فيديو اليوم راح يكون ملخص لرحلتنا في كرواتيا واللي استغرقت أسبوع. بلد فعلا جميل وجاذب للسياحة، وكانت رحلة من أجمل الرحلات اللي سويناها ومليئة بالنشاطات، وخصوصا أن الرحلة كانت ويا 3 أطفال، فالنشاطات كانت ملائمة للعوائل أكثر. وفي هذا الفيديو راح نتفصل بأسعار الأماكن اللي زرناها، فتابعونا واشتركوا بالقناة. ومثل ما شفتوا في أول فيديو من كرواتيا، بداية رحلتنا ما كانت موفقة أبدا، بعد ما تم خداعنا في سكن الاير بي ام بي، ولكن تم تعويضنا بسكن غيره. طبعا وصلنا للشقة الجديدة الحين والأمور طيبة صراحة. الاير بي ام بي خدمة عالية، صفقت لهم صراحة، هذا مو بإعلان ولا شيء، بس صراحة تجاوبوا ويانا وعاملونا بطريقة جميلة وحلوا المشكلة. والحين شوفوا، بدينا من مدينة زادار اللي تعتبر نوعا ما صغيرة ويمكن تخلصها في يومين، وبعدها اتجهنا إلى أشهر مدينة سياحية في كرواتيا. عرفتوها؟ لا طبعا، مو بالعاصمة زغرب، بل هي مدينة إسبليت واللي تبعد عن زادار 150 كيلومتر. وبسبب صعوبة التنقل بدون سيارة، خصيصا إذا كان وياك أطفال، اضطرينا نستأجر سيارة ل3 أيام، وفعلا هذا كان أحسن خيار سويناه في هذا الرحلة. بصراحة أنا ما عندي أي خبرة في تأجير السيارات وهالأشياء. الحين أجرنا موتر طبعا من كار ويز كار، أتوقع اسمها ويز كار، شركة ويز إير يمكن هي سوت الشركة هذه تأجير سيارات، ونحن حجزنا من الموقع طبعا وصرنا هناك. يمكن وايدين اللي أجروا سيارات يقول هذا شيء طبيعي، لأن سألوني بطاقتك لازم تكون كريدت كارد، أنا ما أستخدم أبدا كريدت كارد، هذه حق الديون ومشاكل وهذا. فاضطرينا ندفع 200 زيادة، 200 يورو تقريبا زيادة. الحمد لله على كل حال، هذه السيارة رينو كليو حلوة. وعشان تسافر من مدينة لمدينة لازم تمر عبر هذه المعابر، وطبعا ما في شيء مجاني، فعند الخروج من المدينة راح تاخذ ورقة وتدفع المبلغ أول ما تدخل المدينة الجاية. وصلنا البيت الجديد في إسبليت وريحنا شوي، وبعدها طلعنا نستكشف هذه المدينة الجميلة. وتتميز هذه المدينة بشواطئها النظيفة والنقية، ولكن أغلبها مو بشواطئ رملية بل هي شواطئ صخرية. وأجمل شيء فيها طبعا الكورنيش الموجود في وسط المدينة واللي أغلب السياح يتواجدون فيه. وهني لاحظنا فعلا ارتفاع في الأسعار. ولأن البلد سياحية فأسعار المطاعم كانت أغلى من المتوقع. يعني غدانا في مطعم هندي كان 80 يورو، تخيلوا. أو شوفوا معاي هذه البوضة شكلها حلو صح؟ هذه سعرها 7 يورو، هذا المبلغ يكفيني غدا في السويد. ولأن المتعة أهم من المادة، قررنا ناخذ الأطفال إلى أكبر مدينة ألعاب مائية في كرواتيا واللي تبعد تقريبا 2 ساعة عن مدينة إسبليت. وتفضلوا الأسعار عاد. طبعا الحين وصلنا أكبر مدينة ألعاب مائية في كرواتيا، وفي شيء مهم جدا أنا نسيت أذكره، كرواتيا غالية جدا، وأي واحد بيه هني جهز بيزاتك، جهز محفظتك، جهز بطاقة البنكية، في كل مكان بتدفع، كل خطوة بتدفع يمكن حتى أغلى من السويد. يعني دول الشمال اللي تعتبر أغلى دول في العالم، الحين كرواتيا تنافسهم صراحة، غالية جدا كرواتيا. الحين بنشوف الدخولية كم بتطلع، بنشوف كم بنصرف اليوم. لين الحين صرفنا على البطيخ تقريبا يعني رخيص 2 يورو، البطيخ عندك أرخص شيء يعني. طبعا يشوفون طول الولد مثل ما تشوفون، هذا أكرم
طولها أقل من 100 متر خلاص مجاني مكتوب هني شو جراتيس. فهذا أكرم يدخل مجانا اليوم. هذين البقية وقف هناك أيه أطول من 100 هذه بفلوس. وقف هناك أيوب خلنا نشوف. أيوب أطول. طبعا بدأ العد اليوم تقريبا. الحين دفعنا أكبر مبلغ راح ندفعه اليوم 213 يورو على علينا نحن كلنا 3 بالغين واثنين أطفال وواحد بلاش. بلاش يعني يمكن يحسبوا لك تحت الطاولة. 213 يعتبر نوعا ما غالي. هذه ما شفت أي مدينة ألعاب في السويد أو حتى أي بلد رحته بهالمبلغ. وما دام دفعنا هالمبلغ فلازم ناخذ حقنا ونتونس. مكان فعلا مناسب للعوائل والأطفال ويستمتعون فيها بأقصى حد. الرحلة هذه تكلفتها كانت عالية نعم، لكن ما في شيء أهم من أنك تشوف أهلك وعيالك فرحانين ومستانسين، وفي نفس الوقت تقضون أوقات ممتعة ويا بعض وتنسون الضغوط والهموم الموجودة خلال السنة. أتمنى أنكم استفدتم من هالفيديو. ادعمونا بلايك واشتركوا بالقناة.